هل الحدث بالطلاق يجوز وهل يعتبر شرك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله. لا شك أنه أن الحلف يكون بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله، لا يحلف بالأمانة ولا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يحلف بغير الله عز وجل. أما قضية الطلاق، الحلف بالطلاق، المراد بالحلف بالطلاق استعمال الطلاق محل اليمين، بأن يعلق الطلاق على شيء يقصد الحث عليه أو المنع منه أو التفريق أو التكليف، هذا وجه تسميته حلفا، وليس هو بالحلف الذي يكون شركا بالله عز وجل، وإنما هو طلاق معلق يقصد بتعليقه ما يقصد باليمين، فلذلك سمي يمينا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.